السلام عليكم المشاهدين ديالنا، بارك الله على خوتي، شكرا للمغاربه اينما كنتم داخل الوطن خارج الوطن، تحيه لخوتنا الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن والشعوب العربيه كامله، تحيه لكم كل واحد باسمه. شكرا لكم على وقوفكم، على دعمكم، على دعوتكم معنا، جزاكم الله خير. انا اليوم جيت اختي عزيزه والجواب يلش الحمد لله، لكن اراده الله عز وجل، اذا قضى الله امرا كن فيكون. الحمد لله اليوم ان شاء الله احنا كندير لكم خراج حصرا، قالوا لنا ان شاء الله دار الاخوان. السي محمد راه خدام، انا يلاه وصلت لقيت السي محمد والسي مصطفى راهم خدامين، العائله كلها خدامه. شكرا لهم بزاف، دعوتكم معنا ودعوتكم مع الاخوان مع المحسنين اللي قاموا بهذا الواجب، دعوتكم مع الاخ ديالنا من طنجه، دائما ندعيو معاه، دائما ندعيو مع الله يجزيكم بخير، ومع الاخوان كاملين، اخت من فرنسا، الاخ من اسبانيا، الاخت من فرنسا كذلك، كلهم اللي ساهموا جزاهم الله خير كاملين، تحيه لهم بزاف، شكرا لهم بزاف على دعمهم وعلى ثقتهم فيا انا، شكرا لهم بزاف، ولكن باراده الله عز وجل نكون في حسن ظن الله عز وجل وفي حسن ظن ان شاء الله. والكلمه ديال هاد الاخوان هذا تمشي تحيه انتم المشاهدين. السلام عليكم ديال المشاهدين سي طيب، عمركم الصحه جيده ان شاء الله. ودابا مسكين هو راه داير غير هذا الخير مع عزيزه، هو مسكين كيراقب الدراري وغادي جاي، الله يعطيه شي تجا ان شاء الله بحول الله، هو مولا الدار. هادشي اللي عنده بالك حنايا غير شي تجا ان شاء الله، والله الا ديالي شي حجه بارك عليا. هاد الوقفه اللي واقف مع عزيزه كنبارك شي تجا ان شاء الله. جزاك الله خير والله العظيم، حنا راني مريض ما غادي نطلع نخدم بيدي مع خويا محمد، ولكن يعني ما قدينا شي حاجه، الله يجعل الشفاء، والله الشفاء. المهم اللي قدينا راه حنا كنساعدوا به وكنعاونوا. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم، اللي ما لاباس كيداير لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وها السي طيب مسكين جا عند عزيزه كيشوفها شنو خاصها، وراه مسكين عيان وقال لك مكره شكرا، هو اللي كيخدم بيدو، الله يجعل ربي يشافي، والله يعطي شي حجه هو ووليداته، والله يسهل عليه، والله يعطيه ما تمنى في خاطره كما كيوقف مع عزيزه، الله يجازيه بخير. خرجي لهنايا هضر معاك اللي ما عطيش تحيه. عزيزه وقفي شويه، عزيزه وقفي شويه، عزيزه وجلي معنا شويه، منين ضالي وين ديك الساعه دابا راه شويه ديك فريده شويه عاد وشكرا للسي طيب جا تفكر لي هذا النهار، وشكرا لمحمد ومصطفى حتى هما، شكرا لهم بزاف بزاف، الله يشافي كل واحد، الله يشافي كل واحد، الله يسهل على المحسنين اللي عاونوا، الله يجعل ربي حنا ليهم يا رب، كيبغاو يسترون لهم برد، الله يجعل ربي يسترهم، الله يجعل ربي حنا ليهم، شكرا لهم كاملين، خوتي العزاز، دعوات مع السي طيب، الشفا حتى هو ان شاء الله، دعوات لنا كاملين، الله يخليكم لينا. وخوتنا العرب ما الجزائر الى الاردن وكاع العرب بصفه عام، هما هنا عاد الدعوات ديالكم لهاد المحسنين اللي داروا هاد القصر، الله يجزيهم بخير، ندعيو على خوتي يكمل هادشي بخير ان شاء الله، يكون غير خير، شكرا لك، وشكرا لكم بزاف، الامور الحمد لله راه غاديه، اللهم لك الحمد ان شاء الله، نطلب الله تعالى يكمل بخير، نشوف الامور بخير، وناكل شي كسال السكسو ان شاء الله، مرحبا ودعواتكم معنا تسلى، كل دعوه ان شاء الله لكل مريض، لكل مبتلى ان شاء الله بالفرج، واي واحد الله يقضي له الحوائج ديالو ان شاء الله، وكل من ساهم في هذا الخير وعاون به ولو بكلمه طيبه، نطلب الله تعالى يتقبلها له ان شاء الله عند الله، ويجعلها له في الموازين ديالو، هذا هو الجزاء ديالنا فقط، وهو الخير. بيناتنا انا راني كنهضر في هادشي والله الا لا راسي كيشوف يعني شي حوايج ملي كيكون فيهم الخير، انا بصراحه والله الا افتخر بالله، افتخر بالمسلمين الحمد لله اللي كيوقفوا مع خوتهم اللي كيكونوا في حاجه ماسه لشي حوايج كيوقفوا معاهم، كيما وقفوا مع عزيز، وقفوا مع هاد العائلات كاملين، وقفوا مع الناس الجميع، كاع شي واحد محتاج نتمناو لكون كان عندنا راه حنا غادي نديرو اللي قدينا عليه، ولكن الله عز وجل هو اللي كيعلم قلوبنا، وبأمانة نتمنى الله تعالى يقبل منا هاد العمل وقبل هاد الناس اللي قاموا بهذا الواجب. شكرا لك اخي من طنجة، لان قدمتي كتير بمساعدة بزاف، شكرا لك بزاف،
شكرك وتبارك الله على العمل. انا فخور بك بصراحه والله. هذه راه شي 3 ايام ولا 4 ايام هضرت معاك مسكين. نتمنى تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. شكرا الحمد لله احنا بدينا في كوفار الامور غتيسر ان شاء الله. يمكن غدا باراده الله عز وجل الا كانت الامور مزيانه ما كانتش حتى راح نديروا الطلاق ان شاء الله. وحنا باراده الله وتابعونا ان شاء الله الى اخر الفيديو. جيت مع الشتا قد قد انا. اللهم بارك يا رب. الحمد لله الشتا بدات. والله الا الشتا بدات. انا وصلت ان شاء الله وربي جاب الروح. الحمد لله الحمد لله شكري تبارك الله جايه مظلمه. ما شاء الله ما شاء الله. عاد الريح. ترك كتصبن يا خديجه. خدوجه هي كتصبن والله الا جيت معاهم قد قد. هاد النار ماشي تصابون يا خدوج غير دخلي معانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. سي عاد ندخل لك سيبه الشتا تبارك الله سدات. الشتا سدات تبارك الله. اللهم بارك. خدوج راه كتغطي الفران وداك الشيء. غطيتي فرانك؟ مزيان هذا لا حادقه. هذا باش الشباك وكل شيء غيتلاح لك كل شيء غيتدربع. خدوش فينا خليهم اش تحيديهم. الله يرحمنا الحمد لله. انا وصلت وصلت انا وياه قد قد. انا اختي راه مازال شتاش نبوسها. كبير اختي لاباس الدراري شنو دابا؟ بخير الله يكثر خيرك. سي حميد ها انت يلاه دخلت الموتور. الله يبارك فيك انا دخلت وهي بدات تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله صافي سدات سدات تبارك الله نسيو بالبركه يا رب ترحمنا غيتنا فيها يا رب خديجه انت عرضت البوطة خديجة صافي أعطيت تحية خديجة كيما زعما عطيت. ما شاء الله تبارك الله يمشوط سدات تبارك الله سدات. هاتي غير واحد اللي غير تعوض 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 ما شاء الله. المهم راه محرشو محرش لك محمد مسكين. الله الله خدوج هي يلا سالات نبيع. وازت ديك النص شحال كاين نبيع. التحية خدوج طيب نفس وني راه معاهم اللي تحيتي بهم كبيره. السلام على خوتي وشهيدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم. كي دايرين مع الصحيح الان تكون هانيين كنشكركم خوتي وكنشكركم على المتابعه ديالكم معنا. الا خطيكم علينا وصيفطي دابا وجهي عندنا مرحبا بكم. خالد برزقو دوس عند عزيزه. دوس عند عزيزه هو عندكم كنسب. كنبيع حامي راه هنا زعما عليهم كبار. دوس عند عزيزه وجهي ديالك. هو من عبر الحمد لله الحمد لله. نتمنى ربي يرحمنا غيث النافع يا رب العالمين. انا الوالده مازال ما تخشتها كاع. ها مازال ما شفتش امي. انا راه انا دخلتك معانا الاول خابي هنيش الكوزينه الموتور خدير دخلت الموتور انا حطيته. سيروا تشربوا سيروا تشربوا اجي طلعي في غاديه. ما تخافوش وليداتهم. هاي راه ما تخافوش وليداتهم. خرجوا ساكن. هاي
جاية هي جاية هي جاية هي جاية هي جاية مش غير تشرب مش غير تشرب الله يسمح لنا من الوالدين يلا سير تبارك الله فاطمة زهرة بطالة يلا فاطمة زهرة بطالة سيرت انت انصاف اللي عم يتصورها قال ما شاء الله ما شاء الله لا بجوج دي جمعهم بجوج يلا بوسي اختك بوسي تعانقوا 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 عنقيا عنقي اختك فاطمة زهرة فاطمة عنقي اختك تعانقي انت وياها لا تعانقوا تعانقوا يلا شوفي عنقي يا بوسيا عنقي يا بوسيا تعانقوا ديروا هاكا فاطمة زهرة تعانقي انت اختك يلا تعانقوا يلا اوه ما شاء الله ما شاء الله يلا ما تطيحوش لا تبارك الله يلا صافي صافي يعطيكم الرضا يلا نخدم في السنة الوالدة شوية يلا أنا جيت كما قلت لكم جيت واحد زهرة تشتت لك الله إن شاء الله كما استعرفت عزيزة قلت نهول شو بنا الله سيبني عند عزيزة خيري بولاد عمي طيب قلوا نديروا عمي جيب قلوا نديروا عمي جيب نديروا عمي جيب ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويسخر في هذه الوليدات يا ربي يسخر في وليداتكم وجميع المسلمين والمولى هيا حتى هي الحمد لله الحمد لله لك بركة يا رب العالمين يا ربي خلي تنتهي وليداتك ويعاونك ربي عليها ويعاونك ربي على وليداتك تبارك الله وليداتي الله خليكم لينا ووقفي مع وليداتي الله يوقف معاكم وعاونوا وليداتي الله يعاونكم الله يبارك يقول دعي مع المشاهد المتكلم دعي معاهم منقلبي بحال وليداتي بحال حتى هو وليداتي عندي كل شيء وليداتي الله يخليكم ليا وعاونوا وليداتي ربي يعاونكم كاين مسكين يدير ويجي يتفكرني كل مره هو جاي يتفكرني الله يتفكر الخير ان شاء الله بصحته مع وليداتي ويعاون ربي ويعاون وليداتي كاملين كندعي معاهم يعاونهم ربي ويسهل عليهم ويسهل عليكم حتى نتوما ويعاونكم على وليداتكم الله يرزقكم الصحيحه ويعاونكم على الغربه الله يجعل ربي يسهل عليكم واللي ما عندوش الله يعطيه واللي عنده الله يخليهم له واللي وليداتو كيقراو الله يعطيهم النجاح واللي ما عندوش الله يجعل ربي يعاونو عليهم ودام صنت لكم وليداتي تانتوما وليداتي وهذا وليداتي عزاز في قلبي ربي اللي عالم بكم ما عززتم امي انت ما كتصوروش اختك دابا حات حماق اللي ما عندهاش تليفون انا عارف غادي تحماق قالت لك كلهم دياولي ما بقيتش كنعيط عليهم عقلي كلهم مشوش معاهم وكاش ندير التليفون ونعيط عليهم ومازال ما سهلش عليها الله باش ديروا ربي يسهل عليها وعليكم على وليداتي كاملين ان شاء الله ما كتنساوش والله ما كتنساوش ديما نفكركم ديما احبابي كما بقيت تفكرهم هذوك هما احبابها هذوك هما عائلتها كتقول لك انا ما عندي فيهم فرق كلشي دياولي وكلشي احبابي الله يخليكم لينا وتبارك الله عليكم الله يطولنا بعمركم ويجعل ربي يسهل عليكم وعاونوا وليداتي عاونوا شكرا يعاونكم على وليداتي بزاف يا ربي يا ربي ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وشكرا لكم بزاف الله يكبر بكم ودعواتكم معنا ومع العائلة ودعوا لي مع المهمة بالصحة إن شاء الله آمين أوليدي لأن وليداتي يسخرتوا الله وليداتكم جميع المسلمين أي والله شكرا لكم السلام عليكم راضي لهم باي باي